أنثى الورد لا تريد وردة ولا شهلا حريريا ولا عطرا فرنسيا، هي تصرخ بصوت صاخب أريد السلام. المفروض إحنا دائما في حالة حب، في حالة سلام، ما نعطي للحزن أو للكراهية مكان في حياتنا. لماذا نحن للزمن الجميل؟ ليش كلنا في حنين إنه يا ريت يرجع الزمن الجميل؟ ما بعرف، الإنسان بطبيعته دائما بحن للماضي. أنثى الورد لا تريد وردة ولا شهلا حريريا ولا عطرا فرنسيا، هي تصرخ بصمت صاخب أريد السلام. أنثى الورد في خربشات امرأة اليوم، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، في هذه اللقاءات التي دائما تجمعنا بود وبمحبة معكم. أنتم متابعين القبة الإعلامية، تستمعون وتشاهدون برنامج خربشات امرأة، تقدمه لكم من أنت لافيشات، ولدينا ضيفة عزيزة جدا الكاتبة اعتماد سرسك. يسعد أوقاتك. يا هلا، هل سهلة أسرتني بهذا العنوان أنثى الورد. يعني برنامج خربشات امرأة مع أنثى الورد، حسيت عمل ميكس جميل صدقا. أكيد. هذا العنوان الأنيق والجميل جدا سنتحدث عنه في خضم حلقتنا اليوم، وأيضا رسائل إلى مجهول. هذه الخربشات ستكون معنا اليوم، ولكن معنا العنوان الأجمل من برنامجنا خربشات امرأة، ماذا غيرت فينا عام 2023؟ كاتبتنا الجميلة والأنيقة، سنستمع إلى بعض المقابلات الميدانية وسنرى هذه الأراء، ومن ثم نعود إليكم. مرحبا. أهلا، اسمك لو سمحت؟ محمود. محمود، شو غيرت بحياتك الـ 2023؟ يعني ما صار شيء جديد، زي ما هي من أولها. ساري، شو غيرت بحياتك سنة الـ 2023؟ بحس طريقة تفكيري في الحياة، يعني بعد الجامعة تغيرت شوي للأحسن طبعا، هيك الواحد بصير واعي أكثر شوي، يعني هذا أكثر إشي تغير بصراحة. أستاذ ماهر، شو غيرت بحياتك سنة الـ 2023؟ والله أختي، زي ما أنت شايفة يعني أيامنا في هذه الحياة فيها دائما حافلة في أمور كثيرة تحدث معي، ولكن إذا على المستوى الشخصي فكانت شغلة عائلية شخصية، وهي يعني ما حدث مع والدتي إنها مرضت، ولكن تعاملت مع الموضوع باحترافية داخل البيت، والحمد لله عالجتها بشكل احترافي، مع أني مش طبيب ولكن كنت كطبيب. وهذا الإشي يمكن بديش أقول في كل حياتي، ولكن من الأشياء القليلة في حياتي اللي بفتخر فيها عملتها بشكل ممتاز. تسنيم، شو غيرت بحياتك سنة 2023؟ هلا يعني غيرت بس مش كتير، يعني الواحد بيكبر بوعى أكتر كل سنة عن سنة، بيشوف شو الأغلاط اللي صارت مع غيره، وبتعلم الأغلاط صار ما تكرر معه. شكرا حبيبي. عفو، أهلا وسهلا. يوسف. يوسف، شو تغير بحياتك سنة 2023؟ This is my first year in Jordan, so it's kind of interesting being in a new environment. I was raised in the West, and it's nice to be in an Arabic country, an Islamic country. And I see the values of the people here are very good. I see that the education, the University of Jordan, is very good quality. And I'm learning a lot, I'm making good connections with people, and overall enjoy my experience here. عدنا إليكم مجددا في خربشات امرأة، نخربش معا ضمن هذه الحروف التي خربشت في ذاتي الكثير بعد أنثى الورد. اعتماد، أهلا فيك. أهلا فيك. نحن نخربش اليوم، استمعت لهذه اللقاءات الميدانية 2023، اخترت أن تكوني معنا لأنه دائما أصحاب النصوص والإبداعات والحروف يتغيرون في كل لحظة، مشاعرهم تتدرج في التطور مع الإحساس وتلك خلينا نحكي الإحساسات التي تدخل طوارئ على الذات أحيانا. الكيان لديكم مرهف أكثر، فلذلك أنتم تتغيرون. استمعت لهذه المقابلات، ماذا رأيت في من أجرينا معهم هذه النبضات الحية في التغير؟ أكيد أنا مع الطاقة الإيجابية بكل حالاتها، مش مع الطاقة السلبية. كل إنسان لازم يشتغل على حاله، ممكن الأشياء اللي كانت ترهقنا في الماضي حاليا تمر مرور الكرام. نعم. وأنا ككاتبة يعني بحب أكون دائما مصدر للطاقة الإيجابية، مصدر للفرح، مصدر للسعادة. تبثين الورد. بالضبط، خاصة للأنثى لأنها هي اللي بتعنيني. مش معنى هذا أنه الرجل
ثانوي بالحياة. لست عنصرية، ويكفيني شرفا أن الرجل يحتل الصدارة في شهادة ميلادي وعقد زواجي ودفتر العائلة، لكن الأنثى هي من ارتبط اسمها بالشرف والفضيلة والعذرية. نعم. ودائما هي تحاسب، فأنا دائما بسلط الضوء عليها، بحاول أعطيها ممكن لساعات وممكن تتأثر فيها وتخليها تتراجع عن كثير من الأمور. المفروض إحنا دائما في حالة حب، في حالة سلام، ما نعطي للحزن أو للكراهية مكان في حياتنا أكثر من اللازم. يعني بعض المشاعر اللي تفرض ذاتها عليك من ضمن ظروف قدرتها الحياة هي حصلت، ولكن أنت بتبثي رسائل إيجابية على سرعة التجاوز. بالضبط. نعم. ليش يعني الحزن يأخذ مكان أكثر من الفرح؟ يعني أنا أحيانا ممكن أكون بحاجة إني أبكي، ليش ما أبكي وأطلع الطاقة السلبية اللي عندي، لكن ما أخليها تأخذ مأخذ كبير من حياتي. كثير من الأمور مش لازم نعطيها أكبر من حجمها. الحياة حلوة ولازم نعيشها بحلوها ومرها، لكن لازم نكون إحنا دائما مصدر للفرح وللسعادة. أنت كاعتماد عندما قلتي أنثى الورد، يعني العنوان لحاله بيعطينا طاقة إيجابية مفعمة بالمستقبل الذي يعانق الأمل، يعانق السعادة، يتغلف بكل ما هو يلذذ الذات، يطيب بها الروح زي ما نحكي، ويسر الخاطر يفوح. نعم. هذا أكيد يعني ما نبع إلا من أنثى عشقت السلام الداخلي، تصالحت مع الحياة، الحمد لله. أصبحت تعطر أجواء من حولها بالطاقة الإيجابية. أنثى الورد، يا أنثى الورد أنت حبيبتي، أنت كمان أجمل أنثى ورد يا نانسي. الله يسعدك يا رب. أنثى الورد الجميلة أنت اليوم، إحنا في هذا اليوم بهذا التاريخ الجميل في عام 2023، اعتماد الآن بعد هذه الورود التي زرعتها ونبتت في ذاتها وعطرت من حولها وأصبحت في ذات غيرها بساتين من المحبة والسلام. أتمنى تنظرين إلى الآخرين وأنت تري ذاك الإنعكاس في داخلهم، لأنه انعكس في فضاءاتهم ومساحاتهم الخارجية. أكيد. هل أنت راضية عن اعتماد في أنثى الورد وما قدمت، أم ترين بأن هذا بعض من غيث؟ أكيد هو بعض من غيث، والدليل أني أنا بهتم بقضايا المرأة جدا، وحاليا بصدد إصدار مجموعة قصصية اسمها علياء المخيم. خلينا نقول هي امتداد لتوقيعات أنثى الورد، يمكن أنت شفت الإهداء. طبعا علياء هي ستي الله يرحمها، وهون كان أنا اخترت أني أكتب عن ستي اللي هي لم تورثني، هي كتبت لم تورثني جدة القبرصية سوى الحب، كان لها بيت مليء بقصص الورد يفوح عطره في المخيم، فتبتسم الحارات التي تعج بماء الحياة. أنا من هون بلشت أكتب علياء المخيم اللي هي ست زوجتي الشهيد. أنت انطلقتي من مخيم يعني، كانت بداية طبعا، وبتشرف وبفتخر أني بنت مخيم الوحدات، فأنا تخليد لذكراها مع أني كاتبة عنها برسائل إلى مجهول وكاتبة هون كمان إلها. أنا حبيت أنطلق بقصص الواقع لأنها هي قصتها تستحق إنها تكون في مقدمة القصص البطولية. إذن هي من النساء اللواتي خربشنا على الزمن ونقشنا في التاريخ قصة نجاح امرأة قبرصية. نعم. هي علياء جدة. نعم. اعتماد. نعم. زرعت في ذاتها المحبة. نعم. وأعطتك الحافز لحتى امرأة قوية. قوية، امرأة قوية ومستندة على الحرف. لحد ستي ما توفت الله يرحمها كانت موظفة ببنك الدم، يعني ما رضيت حد يكون له فضل عليها حتى بعد ما أدت رسالتها وتزوج أولادها وبناتها، لكن هي ظلت يعني محتفظة بكينونتها وأصالتها، وإنه هي امرأة قوية مش بحاجة لأي رجل حتى. هؤلاء الإناث كثر، ولكن هناك قصص بالخفاء. يعني أنت كاعتماد أظهرتي علياء القبرصية بهذه الصورة الجميلة، هذه القبطانة التي أرست بقارب أبنائها إلى بر السلام. نعم. نحن في خربشات امرأة نركز على هذه النماذج الجميلة والمعطاءة والمضحية والكثير من المعاني الإنسانية اللي اجتمعت في جدة اعتماد وفي غيرها، ولكن أنت أردت أن تظهريها في
هي قصة من ضمن القصص ورسائل مجموعة قصصية أن تظهر جزئية عليا في هذه القصة. أنا عنوان حلقتنا إنه ما غيرت عام 2023. أنا وجهة نظري كنانسي يعني إن أنا كل يوم بتغير، كل يوم بتطور، كل يوم في موقف يمكن ينضجني 10 سنوات، صح. في مواقف عابرة اعتماد يعني، وأنتم تأسرون دائما بالحرف وبالكتابات، دائما نكون في ضمن هذه النصوص مكبلين بهذا الواقع اللي أنتم بترسمون إياه. أنتم هل الزمن يؤثر؟ هل السنة لها تاريخ؟ هل الأقدار مرتبطة بالتقدم بالعمر يعني من خلال النضوج والتغيير؟ أنثى الورد إحنا بنتغير، لكن نتغير للأفضل. حياة بدها تمشي، لازم نغلق الأبواب عن الماضي ونتعلم منه، يعني مش نغلقه ويكون لسه بنفكر فيه. يعني أنا مع التطور، مع أنه أنا لما بعيش تجربة أكيد مش بس أنا استفدت منها، أكيد لازم أفيد الناس فيها، أنقل تجربتي بالضبط. فأنا يعني بحب أنقل تجارب نساء من المخيم أو خارج المخيم. ممكن كان في لي برنامج في البيت العربي اسمه أنثى الورد، فأنا كنت أركز بهذا البرنامج على تجربة الأنثى، مش بالضروره تكون كاتبة أو أديبة، ممكن هي مرت بتجربة مثلا من إحدى التجارب. صديقة لجأت إلى يعني هاي بتذكر هالحلقة كتير لأنها جابت صدى كتير إيجابي وكتير سلبي بنفس الوقت، إنها صديقتي زوجت زوجها عشان يخلف، زوجت زوجها عشان يخلف هي من حبها فيه ورفضت يعني. طبعا وكانت مصرة إنه هي تختار العروس وتضل معاه. الحمد لله هسا أولادهم بالجامعات، وأنا حبيت أعطي للنموذج حي ومشرف للأنثى قديش هي أحيانا بتكون قوية بالضحك. وبتدعس على مشاعرها وعلى أحاسيسها في سبيل إن يعني في سبيل إنها مش بس تبين إنها قوية، لا هي بدها تبين لزوجها قديش هي إنسانة محبة ومعطاءة نعم. وفي نفس الوقت مارست أمومتها مع أولاد زوجها، خلال أولاد زوجها، والحمد لله طلعوا أولاد بارين جدا فيها، وتشتغل وتدرس فيهم وواقف مع زوجها جنبا إلى جنب. فأنا دائما بحب أعطي نماذج مشرفة للمرأة، نعم، خلي غيرها يستفيد منها. بس يعني هاي النموذج المشرف حالات خاصة معممة، صحيح؟ لا حالات خاصة، لكن موجودة يا أستاذ نانسي، موجودة بمجتمع. موجودة مجتمعنا، ولازم نسلط الضوء عليها، نسلط الضوء ونحفز أنحفز. إنه أنت ليش تحرمي زوجك حق إنه يكون له أبناء إذا في مشكلة؟ مع إنه للأسف في ناس الحلقة هاي بالذات تهاجمت أنا إيجابية فيها وسلبية، لكن أنا مقتنعة باللي يعني بهاي الحلقة إنها ممكن تحفز ناس كثير، صح. ممكن تفتح باب للأمل وللحياة مع كثير من النساء جد. وتعطيهم جميل. القوة جميل. بس في جزئية بدي أرجع لها كاتبتنا الجميلة. أنت قلتي بأنه إحنا مع الزمن عم نتطور وعم نكون أكثر إيجابية وأكثر استقبال للواقع. لماذا نحن للزمن الجميل؟ ليش كلنا في حنين أنه يا ريت يرجع الزمن الجميل؟ ليش في صدى جواتنا أنا هاي الحياة هاي مش حابة، مش لا أشعر بالسعادة في هذه الروتينيات اللي بتحيطنا بهاي النمطية، بهذا التفكك اللي صار في المجتمعات، سوشيال ميديا واللي أثر علاقاتنا الاجتماعية. عام 2023 كان السنة اللي خرجنا منها من أزمة كورونا واللي خلفت مشاكل اجتماعية صادمة جدا، بيّنت هشاشة المجتمعات إنه أي إشي ممكن يأثر على العلاقات وعلى صلة الرحم وعلى الرابطة الإنسانية القوية بين الناس. هل الحنين إلى الزمن الماضي أو الزمن الجميل إلى القديم دليل إنه إحنا حاليا لسنا راضين عن واقعنا؟ ما بعرف، الإنسان بطبيعته دائما بحن للماضي، لأنه مثلا مرتبط عفوا بالوالد والوالدة، بالإخوة والأخوات، بالحارة، بالأشياء البسيطة. للأسف التكنولوجيا كتير ضيعت من الخصوصية ومن ارتباطنا بالعائلة، بعدنا كتير عن بعض. مع إنه الماضي فيه أشياء، يعني أنا كاتبة ومضة بهالموضوع، كاذبون نحن حين
نتصور أن الماضي مجهول ولا في أنت أظن هون بس مش عارف كاذبون نحن حين نتخيل إنه حياتنا كانت كلها حلوة وكانت لا إحنا مرينا بلحظات حزن وبكاء ومرينا بتجارب لكن إحنا نربط الماضي بالأشخاص دائما مثلا نربط الماضي بصديقاتي المدرسة بأهلي ببيتنا الصغير بحارتنا بالبساطة. اليوم التكنولوجيا أخذتنا لمناحي كتير يعني ممكن الجار ما يعني ما بيعرف جاره ممكن تصير مصيبة عند فلان أنا ما أقدر أوصل له مع إنه إحنا حيال مثلاً عشنا الغربة وكانت الرسائل بتخفف عن وكنا مستمرين فيها وكان زي روتين حياة إنه إحنا لازم نتواصل مع أهلنا لكن هذا ما بمنع يعني الحياة في تطور مش معناته أنا أكون حبيسة الماضي وما أعيش حياتي لا سجينة الحنين هذا يعني هذا شيء جدا سلبي بدي أحاول قدر الإمكان خاصة أنا بحاول مثلا مع أحفادي حاليا يعني مثلا ما بيعرفوا مثلا فلسطين ما بيعرفوا الوطن ما بيعرفوا كثير من القصص بأخذهم معي بحضرهم مهرجانات مثلا بنمي فيهم كثير أشياء إيجابية إنسانية يعني الحياة بدها تمشي بحلوها ومرها ومش إني ضد التطور لكن أنا بأخذ الأشياء اللي بتناسبني نعم. والأشياء اللي ما بتناسبني بتركها هي حلوة ومرها إحنا أتوقع هذا قرار منا إنها تكون حلوة أو مرة في بعض الظروف الخارجية لا ضير إنها ممكن تؤثر ولكن أنا أتوقع إحنا كأنثى من الورد يعني زي ما أنت ذكرتي ممكن إيجابية نسرع حالنا في البيئة اللي بتناسبنا بالزبط. أنا مش زهر نرجس ولا جوري أروح بصحراء عند صبار طب شو استفدت إذا أنا بدي أضل بحن للماضي بعد ما خواتي بنتذكر الماضي لكن إحنا بحاضر إحنا مع أبنائنا مع أحفادنا مع صديقاتنا بدنا نعيش الحياة هي الحياة هي هاي طريق الحياة بالضبط أنثى الورد كيف رسمتي الطريق للأنثى في هذه العبارات بهذه النصوص يعني أنا دائما أكيد لما تذكر اعتماد سرسك والناس اللي بيحبوا يحضروني دائما أنا مبتسمة دائما ممكن بحب أكون مصدر بهجة وفرح لما يشوفوا اعتماد سرسك ما يقولوا نكدة وجهها مش بشوش يعني حتى بقراءاتي بحاول أبث الأمل والحب اللي هو دائما أنا بقول بالحب نحيا بالحب نعيش بالحب نحيا الحب موجود أكيد ممكن ممارسة بعض الأشخاص بطريقة مش مزبوطة الناس مثلا يقول لك لا ما في حب وما في لا الحب موجود أكيد بكل أشكاله نعم يعني المفروض نركز على الجانب الإنساني والجانب الجميل بحياة كل أنثى إنه أنت تستحق العيش تستحق إنك توقف على المرأة تحط الكحول تتعطري تلبسي كوني مصدر فرح لأبنائك وأحفادك لنفسها بالأول بالضبط حتى لو مريت أنا بظروف سيئة مثلا أنا زوجي توفى من 2008 طب أبنائي مش من حقهم يشوفها الأم القوية طبعا يستندوا عليك يستدعوا علي الأم القوية أكيد بدها يكون بقوا فيها أصلا أبنائها مش لازم أكون مصدر فرح لأحفادي طبعا يذكروني بعد عمر طويل بالخير أني أنا علمتهم طلعتهم عملت لهم أثرتي فيهم زرعتي فيهم قيم زرعتي فيهم مبادئ جميلة في الحياة الأهم تركت لهم ذكريات بالضبط مش معنى هذا أنه أنا ما أعيش مثلا مريت بمشكلة بدها تأخذ أكيد وقت لكن ما أعطيها أكثر من حقها صح عرفتي يعني كمان ما اكبت ما انا مشاعري السلبيه انا مع انه حزينه ابكي لكن وطلعها طاقه سلبيه لا تتجاوزي انت وجواتك وجع بالزبط. يعني لا تتجاوزي مش كله تراكمات الاكتئاب من ايش بيجي استاذه نانسي من تراكمات التراكمات نعم طب يعني انا مثلا ممكن بعبر بالكتابه لكن النساء الاخريات بايش بدهم يعبروا خليني أنا طاقت خربشات خربشي فأنا من هذا المنطلق بحب لما حد يمسك هالكتاب يشعر بالسعادة بحس حاله بالأمل. في اللي بيقرأه بالضبط بيجد نفسه بين السطور بحس الكلام موجه إله صح هذه هو تأثير الكتاب دائما بالزبط. يعني أنا أحيانا كثير بكون متعبة من أمر معين بلجأ إلى كتاب تتذكري الصديقة مثلا أو الصديق إنه أشعاره مثلا
بتخليني في حالة نشوة وفي حالة فرح. فالمفروض نكون إحنا طاقة إيجابية لهالمجتمع. نعم نعم أكيد أنت طاقة من كيف العنوان لحاله صراحة. أنثى الورد يعني ربطتي ما بين الأنثى والورد تصطحه. وكل صفات الورد جميلة بعطره بألوانه بساتينه النظر إليه التمتع بوجوده ربيع دائم دائما. هي الأنثى لازم تكون معطاءة زي الورد لازم أكيد. تكون بأناقة الورد لازم تكون متجددة لازم تكون ربيع ولكن ربيع دائم لا تؤثر عليها فصول الحياة ما بين الخريف والشتاء. هي تمطر بذاتها بوجودها على الأشخاص اللي حولها. إذن اعتماد سرسك يا أنثى الورد ذكرنا بأنه أنت في الطاقة الإيجابية مولد دائم. أتمنى إن شاء الله أنت هكذا والحمد لله. الحمد لله سيماهم في وجوههم. ولكن زي ما ذكرت أنه عنوان حلقتنا ماذا غيرت عام 2023 وأنا اعتمدت على اعتماد اليوم بأن تقول لنا بأن 2023 هذه المرحلة هذه الخطوة هذه المحطة وهذا الشاطئ. دائما نحن نرسم لمن وصل بنضجه وبخبرته لهذا الزمن خطوط عريضة. نحن ككتاب كقارئين للذات قبل الحاضر والماضي لأن المستقبل بيد الله. إذن توقيعات أنثى الورد ورسائل إلى مجهول لأنه أنا اخترت 2023 رسائل إلى مجهول. إذن أنت تقرأين مكونات النفس البشرية وما ممكن يستجد عليها من خلال صفاتها وسلوكها. عندما كتبت رسائل إلى مجهول أنت تعلمين بأن القادم هي الصفحات التي سنقرأها لاحقا. فماذا قدمت لنا في المجهول؟ رسائل إلى مجهول ممكن هو كتاب شوي غريب لأنه هو مكون من 4 أجزاء. أول شيء رسائل 20 ما بين الرومانسية والوطن. جميلة جدا فيها أسلوب سرد مشوق. بعد الرسائل 20 كان في عمل مشترك مع الأديب وابن الوطن الغالي أحمد دحبور. هو كان يكتب همسة صغيرة بصفحته على الفيسبوك فأنا صديق عندي كنت أرد عليه. فأجتني الفكرة إنه هاي الهمسة استأذنت منه إني أردها ضمن الكتاب. هو كان يكتب همسة صغيرة فأرد عليه كان يستفزنا الأصدقاء نرد عليه بأسلوب يعني شرح مطول أكثر. بعدين في قصص واقع حوالي 7 قصص أنا اخترت من مخيمي من حارتي صديقاتي. في منهم طبعا أنا استأذنت منهم لأنه قصصهم تستحق. في قصص صديقاتي الحمد لله أني موضع ثقة بالنسبة لهم عرضوا علي قصصهم أنه ياريت تكتبيها. جميل. فكتبتها. وآخر شيء كان في حديث النفس والروح أنا بهتم بقضايا المرأة كاتبة عن زواج عرفي. بوجه نداء للمرأة أنه يعني ترفض هاي المواضيع. ممكن وجهة نظر خاصة بحترم أنا حماية وجهات حماية نظر أي أنثى. نعم. كتبت عن زوجة ثانية برضو من منطلق خاص أنا يعني بتلبس الحالة بتخيل إنه حد بطلبني زوجة ثانية مع احترامي لكل أنثى ردت إنها تكون زوجة ثانية. كل إنسان له ظروفه له خياراته له ظروفه له. كتبت عن أشياء إنسانية اللي هي لقيطة أنا بتلبس حالة بنت لقيطة وبحكي بلسانها وبتمنى انه هالمجتمع يعني يخلي يعني يفكر في يعني يخلي لي مكان فيه. لدرجه انا بالمكتبه الوطنيه لما قرات لقيطه في بعض الناس اللي بيشوفوني لاول مره سالوا صديقاتي هي اعتماد لقيطه قد ما انت بتتلبس يعني جد الحياة تتقمص الشخصيه تماما. لكن انا سلطت الضوء عليها من ناحيه انسانيه انه ندمجها بالمجتمع. استضافوني ب Out and About بشارع الرينبو. اتفاجأت بسؤال من أحد كانوا طلاب جامعة طب أنت تعاطفتي جدا مع لقيطة يا ترى بترضي ابنك يتجوز لقيطة؟ قلت له نعم من ناحية إنسانية نعم لأنه هي أنثى ما إلها أي ذنب إذا ابني اختارها أنا ما راح أحكي لا. وممكن أنا باختيار ابني وعدم رفضي لهذا الموضوع إذا هو مقتنع افتح لها مجال تعيش حياه طبيعيه. مع اني انا نمت ليله كامله عندهم بالعقبه وتعرفت على نماذج كثيره بالSOS ولا يس نعم. وكانت صديقتي هي المسؤوله هناك عنهم حكت لي قصص كثير يعني للاسف حزينه. وفعلا هو المجتمع ما انصفهم
هم نفسهم حاسين حالهم انه في يعني لهم كيان لحالهم ولا يمكن يندمجوا معنا ومرفوضين منبوذين بالضبط للاسف. يعني انت بعدتي من الرسائل الى مجهول، تبنيتي قضايا انسانيه، نعم. دخلتي في عمق الشعور الداخلي للاشخاص اللي المجتمع رفضهم بدون ما يكون لهم ذنب، ما لهم ذنب، عارف ظروفهم، محتويهم، تأثير هذا على نفسياتهم، الضريبة اللي بيدفعوها من جراء. ولعلمك في منهم حاقدين جدا على علينا على المجتمع حق. طبعا لأنه المجتمع رافضهم، هم ما لهم ذنب. يعني ما بدنا ندخل في هاي الجدليات لأنها فعليا في هاي الأشياء الإنسانية اللي أنا بحب أركز عليها، عرفتي؟ يعني أنت بتبعثي رسائل إنه نحتوي، يعني خلينا نعمم موضوع الإنسانية أكثر بالمجتمعات. بالضبط بالضبط، نعم. يعني حتى نسأل عنهم إن يكون يعني أنا إلي صديقات صار منهم، عرفتي؟ يعني نحفز المبادرات المجتمعية لاحتضان فئة رفضها المجتمع، يكون في أشخاص على الأقل لو مبادرة 20-30 شخص، زيارات مثلا ودية، اهتمام، فعاليات بسيطة حتى ذوي التحديات أنا كثير بدعمهم، ذوي التحديات. وكان الخاصة. في مكانهم بروح الشرق أنا حتى مرضى السرطان الأطفال قدمتهم بمسرحية بمركز الثقافة الملكي ذوي التحديات، وتفاجأت بكمية الذكاء الرهيبة اللي عندهم. كثير فرحت أنه أهليهم داعمين لهم، الأم، الأب، الخال، الجد، حتى حضروا المسرحية. تطورت الحياة وأصبحوا أكثر علم. فأنا دول ناس بشدوني ممكن كتير لأني أتعامل معهم، بحبهم. يعني أنا اللي بفهم من حديثك الجميل هذا أنه أنت بتتأثري بحالات وبتتقمصي الدور الإنساني وبتكتبي بتوصل هاي الرسائل. يعني بتحسيها بتأثر في المجتمع بالقارئ؟ أكيد لا بتأثر. لكن في البعض لا، يعني يوم لقيته سألوا أكثر من صديقة، قالوا لا إحنا نرفض مثلا موضوع الزواج. أنا بحترم وجهة نظرهم طبعاً. أنا بحكي من وجهة نظر خاصة، لكن أنا إنسانيا بدعمهم. تدعميهم؟ بحب يعني أعطي فكرة حلوة عنهم. وأنت الورد تدعو إلى المصالحة مع الحياة، مع الأشخاص. بالضبط. رسائل إلى المجهول، إلى الاحتضان والاحتواء والدفء، إلى السلام الداخلي والخارجي. وهذا أهم رسائل ممكن إحنا معتمدين فيها على ديننا الإسلامي بالأول والآخر، الأديان السماوية والتشريعات كلها والشرائع بتحكي إنه التسامح والسلام والتعايش، نبذ التطرف والعنف والكراهية، وخاصة الأنثى معتمد عليها في هاي الأمور. يعني بيحسوا إنه الأنثى مصدر لإنتاج هاي القيم الإنسانية، هي المعطاءة اللي بتزرع، مصدر فرح وأمان وحب وحياة، مصدر سعادة ومصدر طبعا طبعا. يعني أي رجل مبتسم تأكد في وراء أنثى يعني مصدر سعادة بالنسبة له. مش أي أنثى، ما هو في أناث. لا إذا حزين هو أكيد في وراء أنثى واحدة نكدة يعني. لا نعمم، ولكن أكيد أنه أكيد هي حالات خاصة، حالات خاصة. ولكن أكيد الرجل السعيد وراء أمرأة، والأنثى السعيدة أكيد رجل يعرف قيمة المرأة، يسعدها، يعطيها استحقاقها، اهتمامها، احتوائها وذلك. إذن في نهاية حلقتنا الجميلة جدا، الكاتبة الأنيقة جدا في الحروف وما وصلنا من هذه الأحاسيس الإنسانية المرهفة، اعتماد سرسك، عنوان حلقتنا كان 2023 إلى أين وصلنا وماذا غيرت فينا، ماذا غيرت في اعتماد؟ أنت ب 2023 شو بتحسي أنه في إنجاز أو إشي غريب يعني حسيتي في هذا العام؟ إحنا كنا كتير مستهينين بحياتنا، ودائما لما حد بيسألنا كيف الحال، لا جديد الحمد لله، لا جديد. هذا هو مربط الفرس. إحنا كنا نصحى أبنائنا وأحفادنا يروحوا على المدارس، كنا نفتح البرندة نقعد برا، بدنا أغراض نروح على السوبر ماركت، بدنا نطلع مشوار نركب السيارة، بدنا نزور حدا، هاي كلها انحرمناها صح؟ بكورونا بكورونا انحرمناها كلها. نعم. حسينا قديش ربنا كان معطينا عطايا حلوة، نعم، ونعم، وإحنا ما كنا حاسين فيها. هاي كلمة لا جديد بحس فيها كثير ظلم، يعني لهالعطايا اللي ربنا كان منعم فيها علينا. شفت إنه لا شيء يستحق، الموت قريب جدا، لا شيء يستحق إنه نحقد ونزعل ونعطي كثير من المشاكل أكثر من حقها. حلو نتسامح،
مش معناته انه احنا ما ناخذ مواقف في شغلات البتر فيها جدا جميل. نعم. مع انه احنا دائما وصية رسولنا الكريم انه نبقي على هاي الشعرة، لكن احيانا هاي الشعرة بتكون مصدر ألم وحزن بالنسبة لنا للأسف. فإحنا خلص بنعزز خطواتنا الإيجابية، بنعرف وين بدنا نروح، وين بدنا نيجي، مع مين نتعامل. والله الإنسان مصدر بده يأخذني للرذيل ولا الخطيئة، أو بعمل بتر. نعم. بضل مع الناس اللي بحس إنهم بحبوني، أنا بحبهم دائما. يعني لازم أكون مصدر للطاقة الإيجابية الحلوة، أبث النساء كل ما هو جميل. جميل. يعني ما نعطي أي شيء أكثر من حقه. الدنيا بدها تمشي بحلوها. نعم. ومرها، فخلينا نعيش الحياة. إذن أنثى الورد تؤكد على أن هذه الوردة الجميلة، على هذه الأيقونة من المحبة والسعادة والرومانسية، يجب أن تنبت في حديقتها الخاصة، في بيئتها التي نشأت، على ظلها وعلى شمسها وعلى نسيمها وعلى تلك الأمطار التي تغيث ذاتها وكيانها. أنثى الورد تدعو لأن تكون هذه الوردة مستظلة فقط بقدرتها على استنادها، وليس على أشجار قد تؤذي وجودها وحضورها، وقد تمنع الشمس عنها في ذات يوم. أنثى الورد تريد منا أن نكون إناثا قادرين على العطاء والتضحية، ولكن أيضا مستمدين من عطائنا وتضحياتنا قدرتنا على الاستمرار والتجاوز اللامحدود. أنثى من الورد هي أنثى خلقت لتعطي السعادة، ولكن لتمنحها فقط لمن يستحقها. أجملت وأوجزت وأبدعت في وصف الأنثى، وأدركنا من خلال حديثها أنثى الورد اعتماد سرسك بأن كل أنثى قادرة على أن تكون معطاءة وفواحة بعبيرها وبكيانها وبأريجها فقط لمن يستحق. إذن في نهاية هذا الحديث، ماذا تريدين أن تعطرين بمسك الختام؟ كتبت شيء عن الوالدة أكيد تستحق. أمي فلسطينية سمراء، أراها بعيون قلبي تمسح الرصاص المعطوبة بالليمون فيلمع ويغدو كنجوم الليل يهدر كالإعصار، وأراها تزرع قصص الورد ببذور الخير فتزهر بالثوار. أمي فلسطينية سمراء. فلسطينية سمراء، أبدعتي، وهذا الرحم الذي أنجب هذه الكاتبة له من التحية والتقدير. وفي نهاية هذه الحلقة أنثى من الورد، كل الشكر للكاتبة العظيمة التي يعني أبدعت في هذا العنوان الجميل الذي كله صراحة طاقة وإيجابية. اعتماد سرسك شكرا لك. حبيبتي أنا اللي بشكرك على اللقاء الجميل الأجمل. زمان ما طلعنا بلقاءات تلفزيونية، يعني كورونا كتير بعدتكم عن الحضور. أنا استمتعت جدا باللقاء والحديث الشيق معك، وإن شاء الله بتكون إن لقاءات قادمة إن شاء الله. أكيد نتشرف، وأكيد حوار أنيق عندما تكون صانعة حروف وتنقلين إحساس تتبنين الإنسانية عبر هذه النصوص، فنحن مقدرين لهذا الحضور وهذا الوجود. رسائل إلى مجهول وأنت الورد هي إبداعات واعتمادي سرسك، وكانت معنا اليوم لتقول لنا بأن القادم هذا المجهول هو جميل، ولكن بقراركم وبقدرة الله ودائما بقربنا منه. شكرا لكم، شكرا لكم لأنكم كنتم معنا في هذا الحوار. شكرا اعتماد، ونلقاكم على خير في حلقاتنا القادمة من خربشات امرأة.